ولنقاش تصعيد الرئيس الفرنسي ضد الإسلام والمسلمين وردود الفعل العالمية إزاء ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث في الشؤون الإسلامية عبد الفتاح أبو طاحون. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. تابعنا إدانات عربية وإسلامية رسمية وشعبية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بطعنات في مدينة نيس الفرنسية. كيف يمكن قراءة الموقف الفرنسي إزاء هذا الموقف الإسلامي إزاء هذا الهجوم وما سبقه من هجمات؟ هو الموقف الإسلامي يعني متعدد، ليس موقفا واحدا. هناك يعني المنحازون لفرنسا ولسياساتها، لكن بالمجمل الشعوب يعني بدأت تدرك أن هذه يعني كأنها فرنسا تفتعل هذه الجرائم. يعني اليوم ثاني مرة نشهد قطع رؤوس، هذه المرة في كنائس، فيعني لكل عاقل الآن أصبحت الصورة يعني شبه واضحة أنه هذه افتعالات. يعني الأيدي المخابراتية الفرنسية متقدمة جدا في افتعال هذه الأمور. يعني بالأمس القريب قتل ذلك الذي قتل المدرس ولم يتتبع تحقيق ولا شيء، خلاص قتل القاتل وانتهى الأمر. الآن تعاد هذه الكرة. المهم بالنسبة للموقف العام، اليوم الشعوب يعني بدأت تدرك أن حجم التطاول الفرنسي وحجم الإصرار الفرنسي على هذا الأمر، وبات الأمر في أيدي الشعوب. المقاطعة في أوجها، وجاءت هذه العمليات يعني للتخلص من المقاطعة أو تغيير دفة الموقف، لكن الشعوب بدأت تدرك هناك فعاليات كبيرة، هناك إدارة لهذه المقاطعة. اليوم تدخل نخب، يعني نخب فرنسية مسلمة، نخب عربية، هناك مثلا موقف الرئيس أردوغان الذي يقود هذه الحملة، هو يقدم نفسه كقائد يعني روحي، هو يقدم نفسه ولا يقدم، هو في نفس الوقت هو كذلك. يعني هناك مهاتير محمد رئيس ماليزيا. نعم. اليوم الأمر كبير سيد عبد الفتاح. نعم. ما دواعي خيار التصعيد الذي تبناه الرئيس الفرنسي بدل التهدئة وخطاب التسامح؟ هو التهدئة يعني تكون له غير واردة. ماذا يعني التهدئة؟ يعتذر ويقول هيا لا تقاطعونا، يعني هذا خيار خاطئ ومهين ومذل. هو لم يبقى له إلا خيار الخطاب الديني، يعني استثارة الدول الأخرى، استثارة اليمين، هيا نذهب إلى النهاية ونقف أمام هؤلاء المسلمين. هذا ما بقي له، لأنه ماذا يعني تهدئة؟ يعني يتفهم مع من سيتفهم؟ الشعوب غاضبة، الشرق الإسلامي كله غاضب. يعني هذه الصور التي نراها في هذه السنوات عبر اليوتيوب، ما فعلت فرنسا في الجزائر، ما فعلت في مالي، كل هذا كان مخفي في سنوات قديمة، يعني في الثمانينات، في ما قبلها لم نكن نراه. اليوم في أجيال تربت على هذه الصور تراها، يعني ترى من الفرنسيين ما هو أبعد من ذلك، التعنت والإهانة والإصرار على إهانة النبي محمد. فهو يعني التهدئة غير واردة، هو سيستمر في موقف اليمين، هو يعني متحالف مع اليمين، واليمين ركب الموجة وانضم إلى هذه الحملة. شكرا جزيلا لك الكاتب الباحث في الشؤون الإسلامية عبد الفتاح أبو طاحون، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.